بالعراق احنا كنساء نقدر نحقق كثير امور، منها المشاركه الفاعله بالمجتمع حاليا كفرق طوعيه وايضا كمنظمات تتفعل دور المراه، لان اليوم المراه هي ايضا هي معيله وهي ام وهي مربيه وهي موظفه، فاحنا بكل جوانب ومفاصل الحياه موجودين، فضروري احنا نعزز دورها. يوم المرأة هو يوم مهم جداً. بالبداية كان المجتمع العراقي ما يهتم بهذا اليوم، لكن بعد دعم من برنامج الأمم المتحدة الـ UNDP أصبح هذا اليوم جداً مهم. المرأة هي ليست بنصف المجتمع، هي المجتمع بالكامل.